للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور محمود القياتي، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمود. دكتور محمود أهلا بحضرتك أستاذ باسم، وأهلا بكل متابعي إكسترا نيوز. أهلا بحضرتك. يعني في البداية ربما الجميع يتساءل عن مدى حضرتك سمعني؟ نعم، الجميع يتساءل عن المدى الزمني المتوقع لاستقرار الأحوال الجوية. طبعا بالفعل كما ذكرنا في تقاريرنا الصادرة مسبقا، متوقع إن شاء الله مع نهاية اليوم وخلال ساعات الظهيرة التي نشهدها حاليا انحصار فرص سقوط الأمطار على سواحلنا الشمالية. طبعا القاهرة بدأت تتلاشى عليها فرص سقوط الأمطار، ولكن مستمرة معها نشاط الرياح وكذلك الانخفاض في درجات الحرارة. طبعا بداية من غد الثلاثاء بإذن الله ممكن نقول بداية تحسن نسبي في الأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية، ولكن هتظل معنا فرص أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على طول سواحلنا الشمالية، هتمتد أحيانا إلى مناطق من شمال الدلتا زي البحيرة وكفر الشيخ، ولكن ممكن نقول أن بداية من غد بإذن الله تحسن كامل على كافة الأنحاء إن شاء الله. هل يشمل هذا التحسن الإسكندرية، محافظة الإسكندرية والتي شهدت تساقط للثلوج اليوم؟ طبعا بداية من غد الثلاثاء هتبدأ بالنسبة للأسكندرية فرص سقوط الأمطار عليها هتكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، وده يعتبر بالنسبة لمحافظة الأسكندرية طبعا تحسن نسبي، ده يتزامن اعتدال في سرعات الرياح هناك، وبالتالي بتدخل معنا محافظة الأسكندرية وسواحلنا الشمالية ضمن التحسن النسبي في الأحوال الجوية. نعم، ما هو السبب العلمي دكتور محمود؟ ربما البعض يتساءل عن الظواهر الجوية التي نشهدها الآن. طبعا السبب العلمي لهذه الظاهرة هو كما تشير الخرائط أمامنا إلى وجود منخفض جوي على سطح الأرض بيتزامن معه منخفض جوي في طبقات الهواء العليا بيجلب معه كتل هوائية باردة وكذلك رطبة مع وجود المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، وبالتالي بيعمل على تكون السحب اللي شهدناها بداية من الأمس بتبدأ تتحرك مع حركة المنخفض اللي على السطح وكذلك المنخفض الموجود في طبقات الهواء العليا، بيؤدي إلى تكون السحب الرعدية والممطرة والتي أدت إلى الأمطار التي شهدناها بالأمس، أمطار غزيرة على سواحلنا الشمالية بدأت تقل كمياتها تدريجيا كلما اتجهنا جنوبا، لتؤثر بأمطار ما بين المتوسطة إلى الخفيفة على القاهرة الكبرى، وصلت بالفعل إلى مناطق من شمال الصعيد. نعم دكتور محمود، أخيرا يعني هل كل هذه الظواهر الجوية مقترنة ببعضها البعض، بمعنى سرعة الرياح مع تساقط الأمطار الغزيرة أو المتوسطة أحيانا أو حتى الخفيفة وتساقط الثلوج، هل هناك عامل مشترك بين كل هذه العوامل، أيضا انخفاض درجات الحرارة؟ طبعا هذه حالة جوية غير مستقرة، طبيعي أن نشهد مثل هذه الحالات في مثل هذا الوقت من العام، خاصة نحن في نهايات فصل الخريف وكذلك بدايات فصل الشتاء، ربما وبالتأكيد هنشهد خلال فصل الشتاء الكثير من هذه الحالات الجوية الغير مستقرة. طبعا ده بسبب تكون المنخفضات الجوية على سطح الأرض والتي تكون لها قيم ضغطية منخفضة بيقابلها منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا. هذا الوضع هو وضع مثالي للحالات الجوية الغير مستقرة التي نشهدها كل شتاء، عادة بيصاحبها أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة على سواحلنا الشمالية، أكبر كميات أمطار بتكون على السواحل الشمالية، بتقل الكميات والفرص تدريجيا كلما اتجهنا جنوبا على حسب تعمق هذه المنخفضات، ربما تصل إلى القاهرة وبعض المناطق أيضا من شمال الصعيد، كتل هوائية طبعا باردة ورطبة بتؤثر بانخفاض درجات الحرارة مع نشاط للرياح اللي بيكون مثير للرمال والأتربة قبل سقوط الأمطار. شكرا جزيلا لحضرتك على كل هذه التفاصيل دكتور محمود القياتي، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية.